اخبار اليوم. مصدر ران فيها اكفأ ناس والناس لا تعلم ذلك، من طيارين لضيافه لضباط امن لكل موظفين مصر في طيران. بنتدرب احسن تدريب في الدنيا، الله اعلم، بدليل الكفاءات عندنا اللي هي بتسافر وتشتغل في كل شركات بره على كده. قصه ان الواحد يبقى بيتصرف بهدوء، هو ده بيبقى الخيار الوحيد اللي موجود قدامك. انت لو انت انهارت او اعصابك باظت في موقف صعب زي ده، بيبقى الموضوع كله بعد كده هيبوظ، يعني انت ما ينفعش انك انت تحله. بيبقى عندنا بعض الحاجات اللي موجوده في المانيوالز بتاعتنا، في الكتب بتاعتنا بتاعت الطيران، اللي هي طبقا للتشريعات الطيران العالميه حتى كمان، ازاي انك انت تتعامل مع اي خاطف للطياره، بتعمل ايه عن طريق الطيران، بتعمل ايه، بتحاول ازاي تتصرف معه هو شخصيا. واعتقد ان كل طيارنا وضيافتنا والامن عندنا مدربين على الحاجات دي كلها. سؤال حضرتك الثالث، فرد الامن اللي في الطياره، هل هو يعني ايه السلطات بتاعته على الطياره، او ايه الحاجات اللي متاحه ليه؟ اولا فرد الامن على كل الطيارات، يعني ايا كان شركه مصر او الشركات الاخرى، بيطلع غير مسلح، ممنوع انه يطلع باي تسليح ولا حتى عصايا حتى. فرد الامن بيتبع تعليمات قائد الرحله في اي حاجه، يعني هو انا الزميل اللي كان موجود معايا في الرحله نفسها كان يعني متبع كل التعليمات اللي بديها له، يعني بادق التفاصيل، وكان بيعملها على اكمل وجه. فهل هو مسمح له طبقا للقوانين الطيران ان هو يتعامل مع اي خطف؟ هو غير مسموح ان هو يتعامل مع اي حد.